أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، شكرا لجميع الزملاء في المحافظات المختلفة، وما زلنا معكم ونتابع من خلال الساعات القليلة وإسدال الستارة عن هذه العملية الانتخابية وهذا العرس الانتخابي طبعا هذه الفترة الهامة في تاريخ مصر. طبعا أعزائنا المشاهدين، متابعة في كل مكان، ومعنا الكاتب الصحفي دكتور ماهر مقلد نائب رئيس تحرير الأهرام، وقراءة لمجريات الأحداث خلال الأيام الماضية. أهلا بحضرتك معنا يا فندم. مساء الخير أستاذ خالد، ازي حضرتك مساء الخير. والسادة المشاهدين؟ حضرتك كلمنا على متابعتك على ورصدك للعملية الانتخابية، وأيضا هذا التوقيت الهام بالنسبة لتاريخ مصر والتحديات والشعب المصري اللي أثبت بالفعل أن هو أو أرسل الرسالة بالفعل للعالم كله. بدون شك يعني هو كان يعني حدث انتخابي بامتياز بمعنى الكلمة. على مدى 3 أيام كانت الانتخابات تجري في أجواء من الحرية والشفافية، وكان في حرص كبير من المواطن على الإدلاء بصوته والذهاب إلى لجان الانتخاب، وكانت يعني أجواء انتخابية حقيقية في كل المحافظات، نوع من البهجة أمام مقر اللجان. هناك حرص من فئات الشعب المختلفة، سواء كبار السن أو الشباب أو المرأة أو يعني كل من له صوت انتخابي، كان هناك حرص كبير. والصور ويعني والكاميرات نقلت للعالم من جميع من أمام اللجان هذا الحدث وبالشكل الطبيعي جدا. وزي ما قلت حضرتك، الانتخابات جاءت في توقيت يعني توقيت فارق على مستوى العالم. هناك حرب دائرة على الحدود المصرية في غزة، وهناك عدوان يعني سافر من جانب إسرائيل، ومصر لها دور أساسي وبارز في هذا يعني في دعم القضية الفلسطينية وفي الإطار العربي والإطار الإفريقي. ولكن الانتخابات الرئاسية جاءت في هذا التوقيت، ومع ذلك مصر لم تتوانى ولم تتأخر لحظة عن دعم الشعب الفلسطيني والقيام بواجبها الوطني والقومي، وفي نفس الوقت تمرير الاستحقاق الرئاسي او الاستحقاق الانتخابي الرئاسي بالشكل الطبيعي الديمقراطي. ويعني خلاص ساعات ويعني يسدل الستار عن او يغلق باب التصويت امام الناخبين. واعتقد ان المظاهر على مدى الايام الثلاثة الماضية كانت ايجابية ومفرحة، ويعني تركت انطباعات حقيقية لدى المواطن المصري بأن هناك إيجابية ووعي كبير، يعني درجات الوعي عالية لدى المواطن المصري، على الرغم أنه يجب أن نعترف أن المنافسة في الانتخابات كانت طبعا يعني شبه يعني محسومة، لكن هناك كان حرص على أن تكون هناك رسالة حقيقية من الداخل للداخل وللخارج على أن المواطن المصري يريد الاستقرار، يريد التعبير عن رأيه، هو حريص على هذا الرأي، وهو له كان مطلق الحرية في مسألة اختيار من يمثله من المرشحين الأربعة الذين يتسابقون على منصب رئاسة مصر. نعم يا فندم، شاكرين لحضرتك الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر مقلد نائب رئيس تحرير الأهرام، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا، شكرا. شرفتنا.